انا بقى هحط لك ايه عشان تعرفي تسرقي الذهب كويس من البيت. والنبي والله انا بقى هحط لك ايه. اوعي كده اوعي. انا هعلمك تسرقي كويس قوي. انا هقطع لك ايدك والله العظيم. انا ما عملتش حاجه والله ما عملتش حاجه. اوعي يا حسام. سيبني يا حسام. بتعملي ده يا ماما؟ سرقت الذهب بتاعي لازم اقطع لها ايدها. انت عملت كده يا فاتن فعلا؟ والله العظيم يا استاذ حسام ابدا. كدابه يا ماما. طب استني يا ماما تساعدي بالله. انت متاكده يا فاتن ان انت ما عملتيش كده؟ والله ابدا والله. انت لسه هتسالها؟ بقول لك الذهب مسروق. طب استني بالله يا ماما. انت عندك دليل على الكلام ده؟ مفيش حد في البيت غيرنا احنا وهي واختك. مين اللي سرق؟ اكيد هي. طب يا فاتن خليك استراحه معايا بامانه ربنا. انت خدت الذهب ده؟ والله العظيم يا استاذ حسام ابدا. طب انا امتى عملت كده؟ طيب انا. طب معلش ممكن تديني الشنطه بتاعتك؟ معلش يا فاتن انا اسف. حقك عليا. ممكن الشنطه بتاعتك؟ اتفضل يا استاذ حسام الشنطه. معلش انا اسف يا فاتن. مفيش ذهب يا ماما. مفيش ذهب يا ماما في الشنطه. ازاي ما خدتش الذهب يا ماما؟ امال يعني الذهب راح فين؟ ما فيش غيرها. بالعقل يعني تاخد الدهب تخبيه في الشنطه؟ ما اكيد سربته ولا حد جه خده منها. اه والله دينا عندها حق. هتحط الدهب يعني في الشنطه؟ ما اكيد خرجته بره ولا اديته لحد. يا ست هانم يا ست هانم. ده انا متربيه عندكم في البيت هنا وبقالي قد ايه شغاله معاكم. انا عمري ما اديت ايدي على حاجه مش بتاعتي. يا ماما يا ماما فاتن متربيه من الصغرى معاك. استحاله تعمل كده. بقول لك ايه يا حسام؟ هتجيب لي انت الدهب اللي سرقه ده؟ هتجيب لي غيره؟ انا مش فاهمه يا حسام. انت على طول بتدافع عن الناس الحراميه دي ليه؟ اصل مفيش حد في البيت غير انا وانت وماما. وبعدين ده ذهب امي اكيد مش هسرقه. يا اما انت بقى اللي سرقه. بطلت خريفه دينا. انت عندك دليل على الكلام ده؟ للاسف ما عنديش. لو عندي كنت طلعته وقتي. طالما ما عندكيش دليل ما تتكلميش. ما ينفعش الكلام ده يا ماما. ايوه دينا عندها حق. مفيش غير هي الحراميه في البيت. ماما فاتن عمرها ما تسرق حاجه وقالتها لك من زمان وهي شغاله معاك. ما ينفعش الكلام ده. خد يا فاتن وكملي انت شغلك بعد اذنك. انا اسف ليكي. اتفضلي يا فاتن. اتفضلي يا فاتن انت على شغلك. يا امي يا امي بالله عليك ما ينفعش انت تعملي ده. وده برضو ده برضو ده عمل يعني انت تحطي لها ده في الخلاط؟ عاوزه تقعي ده يا امي. بقول لك خد الدهب يا حسام. هتجيب لي انت دهب غيره؟ انا هجيب لك دهب غيره يا امي. بس ما ينفعش. فاتن دي زي بنتك. افتكري انت واخداها وهي صغيره قد ايه. ما ينفعش. اما اشوف يا حسام هتجيب لي غيره. خلاص ماشي يا امي. ممكن بقى تجيب لي شويه اكل عشان انا جعان قوي. ماشي يا حسام. تعالي يا امي. ايه يا استاذه دينا؟ تعالي بقى كده. انت بتعملي ايه بس؟ دي سخنه يا استاذه دينا. ما انا عارفه ان هي سخنه وقصده ان انا احرق. انتوا عايزين مني ايه بس؟ هي مامتك تحط ايدي في الخلاط وانت كمان تلزعيني بالنار في ايه بس؟ بقى انت يا بنت تخلي امي واخويا يشكوا فيا؟ ماشي انا عارفه. انا ما خليتهمش يشكوا فيك. انا بقول لهم الحقيقه. انا والله العظيم ما سرقتش حاجه. ما سرقتش حاجه؟ طب تعالي لي كده. انت هتعملي ايه بس؟ هو مين يعني غيرك هنا اللي حرامي وهيسرق الدهب؟ قصدك ان انا اللي هسرقه يعني ولا ايه؟ والله انا ما قلتش كده بس انا ما سرقتش حاجه والله. تعالي يا حراميه. حرام عليكي. بس هتعملي ايه؟ حبيبه قلبي يا فاتن. في ايه يا جماعه؟ كنت بطيب خاطر فاتن لحسن. ماما ضايقتها قوي النهارده يا حسام. لا خلاص ما انا اعتذرت لفاتن. بيبقى فيه الكفايه. فاتن مش زعلانه خلاص يعني. انت مش زعلانه يا فاتن؟ ماما زي والدتك يا فاتن انت عارفه كده. ايوه طبعا يا استاذ حسام. ودينا زي اختك بالظبط. اكيد انا لسه حتى كنت بعتذر لها. وبعدين ده كانت بتعلم لي الطبخ. بجد؟ بالله عليكي اوعي تنسي عشان دينا ما تتجوز جوزها ما يجيش وانت ما تعرفش تطبخ. حاضر. ماشي؟ انا هسيبكم انا بقى. لا مع السلامه. مع السلامه. انت عارفه لو قلتي لاخويا اي حاجه انا هعمل فيكي ايه؟ حاجه انا مش هقول له حاجه والله. ماشي اما نشوف. اتفضلي يلا. انا هاخد بقى الساعه بتاعه ماما دي وكده كده هيقول ان فاتن هي اللي خدتها. الو ايوه يا حبيبتي. ايوه يا حبيبتي. مع السلامه. سلام. مين دي؟ دينا؟ انت ايه اللي جابك هنا يا حبيبتي؟ ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي جابك هنا؟ اكمل ان انا كنت تعبانه شويه وبعدين انا برتاح على السرير بتاعك ده قوي. ما انا عماله اقول ما نمتيش في اوضتك. خلاص يا حبيبتي. هنا. لا يا حبيبتي نامي براحتك. ماشي يا حبيبتي. ماشي يا انام شويه. طيب يا حبيبتي. بجيب العلاج بتاعي. ايه ده؟ الساعة بتاعتي فين؟ يا دينا دينا يا دينا الساعة الدهب بتاعتي مش لاقيها. ايه يا ماما؟ ايه؟ قومي يا دينا الحقيني. في ايه؟ الساعة الدهب يا بنتي كنت حاطاها في الدرج ده. ايه دوري ده؟ بس عليها كويس يا ماما تلاقيها اتنطرت هنا ولا هنا. يا حبيبتي مش لاقيها. كنت بقولك حطاها هنا. ممكن حطاها هنا. ممكن. انا هروح اجيب كوبايه ميه واجي. دوري انت بس كويس. طيب بصي لي عليها برضو يا زين. ماشي. حول الله يا رب.
ايه يا ماما لسه ما لقيتش الساعه؟ ما لقيتهاش يا دينا. معقوله؟ ايوه يا ماما، يبقى ما فيش غيرها الحراميه اللي عندنا دي. تفتكري؟ اكيد. تعالي كده. تعالي انت يا بنت يا فاتن، انت اللي سرقتي الساعه بتاعتي. هو انت لسه هتساليها يا ماما؟ انت سابتي شنطتها كده وتفتشي الشنطه ما لقيتوش فيها حاجه. اديني خلاصي خالص. يا نهارك اسود. ساعتك ايه؟ ايه ده؟ مش دي الساعه؟ هي ولا مش هي؟ والله العظيم ما اعرف مين اللي جابها. والله العظيم ما خدتها. تخشي دلوقتي حالا تلمي هدومك وتمشي. والله العظيم يا ست هاني ما تجيبيش. انت لسه هتكدبي يا بنت انت؟ يلا زي ما قالت لك كده تخشي تلمي هدومك وتمشي. وما شفتيش في البيت ده تاني. اتفضلي. حسبي الله. الحسام يا ابني بيدافع عنها. اه الحراميه. لما يجيني حسام. اتفضلي يا ست هاني المرياله بتاعتك اهو. انا خلاص انا ماشيه. لا يا بنت امينه قوي، عندك امانه. خلاص بقى يا ست هاني، ما هي العهده بتاعتك اهو خدتوها. سلام عليكم. انا بقى في ايه يا ام؟ في ايه؟ اتفضل يا حسام، ادي الساعة سرقتها ومطلعاها من شنطتها برضه. دافع بقى عنها. لا اله الا الله يا ماما، حتى لو هي حرامية فعلا استحالة تلاقي من اللقطتين دول مع بعض، اكيد في حاجة غلط يا ماما. انا مش فاهم يا حسام، انت بتدافع عنها ليه؟ مش بدافع عنها، بدافع عن الحق. عمرها ما تعمل كده يا ماما، عمرها ما تعمل كده. بقول لك مطلعاها من شنطتها يا حسام. لا يا ماما استحالة تحطها، يعني هتسرقها وتحطها في شنطتها؟ ما اكيد انت عارف ان انت هتفتشها وانت حاطه، انت حاطه في دماغك. امال الساعه جت في شنطتها ازاي يا حسام؟ فهمني، انا هتجنن. امي انت دلوقتي فين فاتن دلوقتي؟ طردتها ومشيتها، وانا هقعدها في البيت تاني بعد اللي حصل؟ امي فاتن هترجع وهتشتغل تاني وهثبت لك انها مش حراميه. حسام انت بتعاندني؟ انا قلت لك اللي فيها يا امي. اما اشوف يا حسام هتثبت لي ازاي؟ اديني قاعده مستنيه. انت يا ست فاتن. نعم يا هانم. هو انت برضه مفيش فايده فيكي؟ اللي فيكي فيكي؟ انا عملت ايه تاني بس؟ حسام رجعك وبرضه خدتي الخاتم بتاعي؟ انا خدت الخاتم بتاعك؟ والله انا معرفش شكله ايه اصلا. انا بدور على الخاتم مش لاقياه، وما سرقش لما انت جيتي. والله العظيم يا هانم ما شفته ولا خدته. وبعدين بقى؟ يعني انا اعمل ايه دلوقتي في الحاجه اللي بتروح دي؟ هجيبها منين؟ انا هحل لك المشكله، انا اخد بعضي وامشي احسن. خلاص خلاص يا فاتن. ايه يا حسام؟ انا اللي خدت الخاتم. خش انت يا استاذ حسام، ده كل شويه يتهموني بالظلم يا استاذ حسام. انا اسف. خش انت بس، انا اللي لقيت الخاتم. تعالي يا ماما، تعالي ماما اوريك الخاتم. اقعد يا ماما. هو انت برضه بتدافع عني يا حسام؟ وايه خدت الخاتم بتاعك ده؟ بقول لك ايه يا ماما، اتفرج على الفيديو ده كده. حلو قوي الخاتم ده. دينا؟ اه دينا يا ماما. ازاي؟ دينا بنتي هي اللي عملت كده؟ بس بس عشان فاتن ما تسمعهاش، ما ينفعش بنتك تطلع هي الحراميه. انا مش مصدقه. انا مش هقول قدام فاتن، ما ينفعش. دينا يا ماما بتغير من فاتن عشان جابت مجموعه اكتر منها في الثانويه العامه، ودخلت الجامعه اكبر منها، بتغير منها دايما. هي كده غصب عنها، هي بتعمل ده كله عشان انت تمشيها، عشان مش طايقاها في البيت. بس ده انا حللته كله من اللي هي بتعمله ده. مهما كان يا حسام ما تسرقش البنت كده. ما هي انا قلت لك فاتن غلبانه عمرها ما تعمل كده، وانا كنت متاكد من الكلام اللي بقوله لك ده، لكن اللي حصل ده كنت شاكك فيه لحد ما اتاكدت بنفسك، وانت شفت بنفسك اهو بنتك اللي من لحمك ومن دمك اللي بتعمل كده. طب انت رايك اعمل ايه دلوقتي يا حسام؟ تقعدي مع دينا مع نفسها كده وقولي لها بعد اذنك شيلي فاتن من دماغك. دلوقتي المفروض نعتذر للبنت دي ما في كفايه، قعده نشتم فيها ونذلها وضيعت كرامتها خالص. ما ينفعش، وبنت حلال وغلبانه. بالله عليك يا اما حطها في عينك واتكلمي مع دينا وشوفي دينا عاوزه ايه. حاولي تقعدي معاها كده وتفهميها، نطبطب عليها بالراحه، نقول لها دي بتحبك، دي فاتن زي اختك كده، ما تتعاملش معاها باسلوب العنف. دي اخر حاجه تخيلها. اتعاملي معاها بروح خالص. ده انا مش هقول لك نعاقبها او مش نعاقبها، انا حاسس بدينا برضه مهما كان، دي اختي ودي بنتي. مش عاوزين نطلع حاسسين لها اللي هي حراميه او بتعمل كده. انا متاكد هي بتعمل كده بس عشان تطلع فاتن وحشه، بس انا عارف اختي طيبه وعمرها ما هتبقى قصدها كده. بس ان شاء الله لما تيجي نتكلم مع بروح، ما بينلهاش الحوار يعني وش كده. حاضر يا حسين. انا هقوم بقى اسرح في الشغل. ماشي. انت يا دينا تعملي كده وتتبلي على حد وتظلميه؟ ده التربيه اللي انا ربيتها لك وتسرقي؟